ما هي الأرض المغصوبة وما حكم الصلاة فيها؟ الأرض المغصوبة هي التي يستولى عليها بغير حق، هذه هي المغصوبة التي يستولي عليها بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذه هي الأرض المغصوبة التي يستولي عليها الظالم بغير حق ويمنع منها صاحبها. والصلاة فيها لا تصح، لأن الصلاة فيها انتفاع بها وإشغال لها بالعبادة، وهي مغصوبة فلا تصح الصلاة فيها، وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها. نعم. المغصوبة هي المغصوبة من إنسان، أو قد تكون مثلا من أملاك الدولة بعيدا ربما عن المدن ويقتطعها إنسان فيحييها أو شيء من هذا القبيل، هل يدخل هذا في الغصب أو المراد بالمغصوبة التي تنتزع من مالكها بغير حق، نعم، ويستولي عليها الظالم من مالكها ملكا صحيحا وشرعيا، نعم هذه هي المغصوبة. نعم.